ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء وطقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والعقبة، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الغد الأربعاء لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام. وإلى التفاصيل، نشاهد هنا خرائط درجات الحرارة. الأجواء متوقع أن تكون دافئة فوق المرتفعات الجبلية، ولكن تصل لأن تكون حارة نسبيا في معظم المناطق من المملكة وباقي المناطق إن شاء الله خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. أما ساعات الليل من يوم الأربعاء فمتوقع أن يكون هنالك ارتفاع واضح على درجات الحرارة أيضا، ودرجات الحرارة الليلية تختلف ما بين هذه الليلة والليالي السابقة لتصبح الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ولكن قد تميل البرودة في ساعات الليل المتأخر. في هذه الليلة أجواء صافية، درجات الحرارة في العاصمة عمان تصل إلى 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان كما نشاهد يوم الأربعاء 25 نهارا إلى 16 ليلا، يوم الخميس والجمعة رياح نشطة مثيرة للأتربة في العاصمة عمان من 29 إلى 31 درجة في ساعات النهار، ومن 19 إلى 14 درجة مئوية في ساعات الليل. نشاهد هنا ارتفاعات على درجات الحرارة الليلية ما بين يوم الأربعاء والخميس، وانخفاض آخر على درجات الحرارة الليلية مع يوم الجمعة. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، شمالا في إربد من 30 إلى 18، في المفرق من 29 إلى 17، جرش 30 إلى 17 درجة، وفي عجلون من 28 إلى 17 درجة مئوية. وأجواء مشمسة في العاصمة عمان 25-16، زرقاء 29-17، بلقاء 26-18، مادبا 24-16. في البحر الميت أجواء حارة نسبيا من 33 إلى 22 درجة مئوية. في الكرك 26 إلى 15، في الطفيلة 24 إلى 17، في معان 27 إلى 16، جبال الشرى 21 إلى 15، وفي العقبة أجواء حارة من 35 إلى 24 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويشد 29 إلى 16، صفاوي 30 إلى 17، وأخيرا في الأزرق 31 إلى 19 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.